السلام عليكم أيها الحضور الكريم، نلتقي مجدداً في هذا الصباح على نسمات كلها عبق وعطر عبر إذاعتنا المدرسية لنقدم لكم أجمل إبداعات أخواتنا وإخواننا التلاميذ في تجويد القرآن وإلقاء الشعر، وتمنى أن تنال إعجابكم وإعجاب أساتذتنا الكرام بحكم أن هذه الأعمال هي ثمرة جهدهم، وخير ما نفتتح به هذا الصباح إذاعتنا بينات من الذكر الحكيم، وستلقيها على مسامعنا التلميذ سلمى المنظور، فتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. حكمة هذا الأسبوع. قال لقمان لابنه: يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. السكوت حكمة، ولا يجب أن لا تتدخل فيما لا يعنيك. عبر مفاتيح النسيم وأريج الأزاهير وخيوط الأصيل أرسل شكرا خاصا من الأعماق لجميع الأمهات. إن قلت شكرا فشكري لن يوافيكن. كم سهرتن من أجلنا فكان سعيكن مشكورا، وكم تعبتن لترون في أسمى المراتب. إن جفا حبر عن التعبير كن قلبهم به صفاء بحب التعبير. وبمناسبة عيد الأم سأهديكم لكل الأمهات قصيدة من تأليفي: كم حمل قلبي الكثير يا بحر من العطاء ويا حبل من الوفاء، أحبك يا أغلى من في الوجود فجنتي تحت قدميك، لا حرمني الله من قلبك الكبير الحنون. Dans la plupart des pays, il existe une journée dédiée aux mamans qui a lieu très souvent au mois de mai. Les traditions diffèrent selon les pays, mais le point commun à toutes ces célébrations est de mettre l'accent sur le mérite des mères. Dans les nombreux pays où les mamans sont fêtées le deuxième dimanche de mai, cette tradition vient des États-Unis. En effet, en 1906, une journée américaine, une jeune américaine, Anna Jarvie, ayant perdu sa mère le deuxième dimanche du mois de mai, obtint du clergé de son état de Virginie qu'elle célèbre une messe en l'honneur des mères chaque année à cette date symbolique. Cette coutume s'étendit ensuite aux États-Unis tout entière, puis à d'autres pays comme le Canada, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, le Danemark, la Finlande, la Turquie, l'Australie, le Brésil, la Colombie ou encore l'Afrique du Sud. Enfin, certains pays de tradition catholique ont choisi le premier dimanche de mai pour fêter les mamans en référence au mois de Marie. C'est le cas de l'Espagne, du Portugal, de la Hongrie. Quand la Grande-Bretagne, elle fête les mamans non pas en mai, mais à la mi-mars,
l'origine du Mandarin Sunday remonte au 6e siècle. On dit que ce jour consacré aux mères permettait aux enfants placés loin de chez eux de revenir voir leur mère et de lui apporter un gâteau fait en son honneur. Il serait dommage de terminer ce tour du monde sans évoquer le Mexique. En effet, les Mexicains ont une façon particulière, charmante de fêter leur maman. Doit-il peut-être intéressant de s'inscrire? السلام عليكم ورحمة الله. أخبارنا اليوم. أصبحنا نتوفر على 63 مركزاً للتكفل بالنساء ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي. فيروس كورونا يحصد أرواح 127 صحفياً في أنحاء العالم. سفارة سويسرا في الرباط تدعم المغرب مالياً بـ3 مليون واحد درهم. زلزال يهز تشيلي بقوة 6.8 درجة. إسبانيا تجلي مواطنيها والمقيمين العالقين في المغرب عبر رحلات بحرية خلال الأسابيع المقبلة. شكرا لكم على هذه الإذاعة، شكرا للتلاميذ والتلميذات على هذه الفقرات القيمة والرائعة، ونضرب لكم موعدا بإذن الله غدا رفقة تلاميذ جدد، مواضيع جدد. إلى الملتقى بإذن الله وإلى إذاعة أخرى. إلى اللقاء.